السلام عليكم، احلى ناس في الدنيا متابعين نوجا. النهارده بقى مشترياتي من سوق التلات، سوق التلات ومشترياتي اللي انا جبتها. جبت هدوم باسعار حلوه جدا، جبت كمان فضلات القماش واقول لكم هعمل بيها ايه واستخداماتها وايه سعرها، وجبت كمان شويه مشتريات كده دلع بقى للمطبخ. هنجدد بقى شويه من المطبخ وهنعمل شويه حاجات حلوه كده قبل العيد، فخليكم معايا لاخر الفيديو. ولو لسه ما اشتركتيش يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك من نوجا كل جديد وحصري ان شاء الله. يلا نبدا الفيديو بتاعنا على طول، وابدا من بقى. اللبسه اديكم نبذه كده سريعه يعني عشان اللي حابب يروح قبل العيد، هو اخر ثلاث ان شاء الله هيبقى الثلاث الجاي ده تمام، وهقول لكم العنوان اخر الفيديو فاستمر معايا ان شاء الله لاخر الفيديو. اول حاجه جبت يعني جبت ترنجات، طبعا انا كنت موريكم ملابس العيد الفيديو اللي نزل على القناه الاسبوع اللي فات، كنت جايبه ملابس من العتبه، لكن طبعا لقيت سوق التلات احسن وارخص، وطبعا في العيد الكبير انا بجيب لاولادي ترنجات بس بستكفى بيها تمام. جبت ده ليونس، يونس عنده 9 شهور، فجبت له الترنج الحلو ده جدا اهو. جبت له الترنج ده كان عامل 45 جنيه اهو، بصوا تحفة جدا، ملتم بقى ودلع. جبت له واحد، وجبت لاخوه اوشا واحد اهو كمان، ده ترنج لياسين. يعني عجبتني الصراحة الترنجات واسعارها ما كانتش غالية، فحبيت ان انا اجيب لهم تاني يعني يمشوا بيه كمان الصيف كله. ادي ده اهو ترنج، ده والترنج تاني اهو، ينفع كمان بقى عليه كوتش حلو كده، كوتش رياضي خفيف كده في الرجل، ويعني ايه يلعبوا بقى ويبسطوا. ده بالنسبة للسن الصغير تمام. جبت الشورت ده لزياد، وعندي انا تيشرتات ليه كتير، الشورت ده كان عامل 35 جنيه تمام. وجبت له كمان اللي هو الترنج ده، يعني انا جبت لهم ترنجات حلوه جدا. الترنج ده كان عامل 85 وقعدت فاصل لغايه ما خدته ب 65، والتيشيرت بتاعه تحفه جدا اهو اهو، افرده لكم اهو، يعني في جميع المقاسات لغايه يعني في ترنجات هناك بتلبس لغايه ده مقاس 14، في الترنجات بنفس السعر ده يلبس لغايه 14 15 سنه. بالنسبه بقى للبنوته، ده ترنج مريم وسعره حلو جدا، وطبعا ده ترنج شكله خروج جدا، يعني مش بيتي عادي، وكل الترنجات دي عادي ينفع يتلبس عليها كاوتشات ويتخرج بيها. دي القطعه الاولى ودي القطعه الثانيه اهو، ممكن لو مش عاجب البنطلون اللي هو عليه ممكن يتلبس يعني على بنطلون جينز. ده بنطلون الترنج اهو، لو مش عاجبها ممكن تلبس عليه بنطلون جينز، ده من قدام جينز ومن ورا كده قماش اهو بالشكل ده اهو اهو. ده ترنج مريم عامل كام؟ ترنج مريم عامل 85 جنيه تمام. وجبت لها ترنج قطن بقى تاني اهو، برضو شيك جدا، ممكن التيشيرت يتلبس على بنطلون جينز، ممكن يتلبس الترنج على بعضه وكمان عليه البنطلون ده، بس ده بقى قطن حلو جدا وخامته من جوه تحفه جدا. جبت لها الترنج ده ب 65 جنيه، تحفه جدا. انا الصراحه بامانه اصلا جبت الترنج عشان لونه، انا بحب اللون ده جدا جدا، انا من عشاق اللون النبيتي تمام. هي دي المشتريات سريعا كده، ويلا نروح نشوف بقى المشتريات التانية. هنا بقى كده سريعا يا بنات، جبت ايه هنا؟ جبت ايه بقى؟ جبت شويه رفيع كده تركي بقى من سوق التلات. ها يعني بصوا بجد والله ما كان اكتشاف، انا خدتكم جوله، اللي ما شافش الفيديو ده ينزل يشوفه، هيشوف حاجات كتير جدا تحفه جدا جدا جدا، بس انا ما كنتش عامله حسابي فما اشتريتش حاجات كتير. اللي حابه تجهز في بيتها تجهز بنوتتها، انت عروسه بتجهزي نفسك، مش هتلاقي ارخص ولا اجمل من المكان ده تمام. جبت ايه بقى يا بنات؟ اول حاجه انا جبتها، بصوا السبيتيولا اللي هي على شكل الكب كيك دي، شكلها تحفه جدا، يعني انا بصوا عايزاها انتيكا بس مش عايزه اعمل بيها حاجه، هي اصلا بيتعمل بيها يعني اهي اهي، دي بتاعت البان كيك بتاعت الاطفال، هي خلي بالكو تقيله جدا، وبصوا اليد بتاعتها بصوا، لا هي حلوه جدا يعني تمام، عشان مريم بتحب تخش تساعدني يعني في المطبخ وكده، فجبت لها شويه ادوات يعني يخصوها تمام. دي كانت عامله 15 جنيه اهي كده مع بعض. جبت كمان قشره، بصوا عامله ازاي تقيله جدا ومسكتها حلوه عشان تعرفي تقشري بيها، دي مقشره وقطعت شيبسي يعني، بس تحفه جدا جدا. دي كانت عامله 15 جنيه.
ايه تاني ايه تاني؟ والسكينتين دول السكاكين اللي هي مشرشره، هو شكالي فيهم جدا، انا كنت خايفه اخدهم يعني وكده، لان انا ما بحبش السكاكين الرفيعه بامانه، بس هو شكالي فيهم وقال لي ان هم ممتازين جدا ولونهم كمان عجبني، ودول عاملين 15 جنيه. تمام كده. هنا بقى المسكتين دول، بصوا دول تركي يعني مش مصري، مش اللي هي التقيله. بصوا دول مساكتين تركي، المساكة اداني الاتنين ب15 جنيه، يعني واحدة ب7.5، رغم ان هم اصلا كان قايل لي مش عارفة ب12.5 ولا ب10 حاجة زي كده. اهي هو جايب واحدة ليا واحدة لمريم اهو، يعني انا بشارك مريم معايا في كل حاجة. تمام. جبت ايه؟ جبت المقص ده، كان يعني ناقصني وكنت على طول بدور عليه، وده خامته حلوة جدا جدا وتقيلة، يعني حاجة تحس ان هي قيمة كده، مش اللي هي العادية يعني اللي بتتنى والكلام ده. ونوعها استلس، ده كان عامل حوالي 25 جنيه. تمام. جبت بقى الشنطة الكيوت جدا دي، طبعا دي تحفة جدا وشكلها حلو، ممكن تحط فيها بونبوني، ممكن تحط فيها اي حاجة في المطبخ، ممكن تحط فيها كياس الكاتشب والمايونيز الصغيرة دي وتحطها في التلاجة، يعني هتنفعك في كذا حاجة، ممكن تعليها كده كديكور. تمام كده يا بنات. دي كنت جايباها حوالي ب7 جنيه، يا ب7 يا ب5 عشان بس انا ناسية. ودي بقى العصارة دي بتاعت روما، جبتها لها يعني قلت هتعجبها جدا، وهي فعلا عجبتها. دي عصارة برتقان، عصارة برتقان فريش اهي. استخداماتها ازاي؟ اهو على العلبة اهو، بتعصري كده وبينزل العصير من البق كده بالشكل ده، بتمسكيها كده من الجناب اهو زي الكوبايه، وبتبدأ تصب مثلا عامله سلطه فواكه، لو عايزه تشربي العصير كده فريش يعني اهي. نشيل الكاب بتاعها ده اهو اهي. تمام. حلوة جدا جدا، ودي كان سعرها عامل 15 جنيه. تمام. ايه تاني؟ جبت بقى مشابك عشان الاستاذ ياسين طبعا بيرميلي المشابك. المشابك دي مش من عند نفس الراجل اللي انا عملت لكم عنده الجولة، دي مشابك ست قاعدة بيها في سوق التلاتة على الارض كده، بتبيع ال50 مشبك ب10 جنيه، بس حلو جدا هوريه لكم اهم يا بنات. دول 50 مشبك. تمام. عاملين 10 جنيه. تمام. هنا بقى جبت القطاعة دي، حلوة جدا وعجبني شكلها، وانا كنت محتاجة قطاعة غير الخشب دي، خليها قطاعة للفواكه للسلطة، والخشب خليها للحوم والفراخ والكلام ده. دي كانت عاملة 45 جنيه، بس عجبني شكلها، بصوا على شكل ليمونة يعني، بس حلوة جدا، عاملة 45 جنيه. وجبت السدادة دي، سدادة البانيو او سدادة الحوض او تنفع لكذا حاجة يعني، دي كانت عاملة 5 جنيه اهي، تحفة جدا برضو. ايه تاني؟ جبت بقى الصفاية دي، عجبتني جدا جدا استخدامها الصراحة، ومش غالية، عاملة 5 جنيه برضو. دي لو عاملين بقى ان شاء الله هنعمل الحمص والترمس ان شاء الله على القناة عشان العيد وكده، فتاخدي كده بدل ما تحطش ايدك تصفي وتحطها في الطبق. تمام. مثلا اي حاجة بقى عايزة تصفيها من المية بتصفيها كده وتحطي، عايزة تغسلي شوية عنب فيها بسيطة لأولادك، اي حاجة يعني، هي استخدامها حلو جدا جدا وشكلها صغير جدا، هي على الحقيقة صغيرة يعني اهي، وكيوت جدا جدا جدا، وخمسة جنيه مش غالية خالص. بالنسبة بقى للعلب التركي الكميلة خالص خالص، دي طبعا انا جايباها بشويه زيتون احطهم في التلاجه، دلعي تلاجتك بقى كده وخليها ايه كده تركي. طبعا دي بصوا دي نوعها ايه يا رب، اللي هي بصوا اللي هي طريه جدا دي، مش عارفه اسمها ايه، سيليكون سيليكون، بصوا سيليكون، وده بصوا اللي هو يعني بصوا خامته حلوه جدا وتقيل. تمام. بصوا كان في منه الكبيرة والصغيرة، دي جبتها اللي هي المتوسطة دي، احط فيها شوية زيتون، حتة جبنة باقية، ممكن شاي وسكر، ممكن نسكافيه، ممكن اللي انت عايزاه. فانا جبت تلاتة، الواحدة كانت عاملة 25 جنيه اهم، تلاتة اهم 75 جنيه، بس انا جبت اتنين، هو كان في كذا لون بس انا حبيت اجيب اتنين شبه بعض وواحدة بينهم مختلفة اهو، وفي جميع الاحجام ان شاء الله ان شاء الله لو حيانا ربنا وعرفت اروح التلات الجاي. طبعا انا شباب معرفش انزل يعني بالسهل عشان اولادي، فهروح اصور لكم تاني واجيب حاجات تانية كانت ناقصاني. هنا الشماعه دي طالعه جديده جدا وحلوه، بصوا دي استخداماتها، ممكن تحطيها جنب الدش كده اهو، تحط الشاور بقى والشامبوهاتك وحاجاتك الجميله، حمام كريم، معطر للجسم، الحاجات الحلوة دي، وبيتعلق بكل سهولة بالطريقة دي. ممكن تحطيها كمان في المطبخ جنب الحوض، تعليها تحطي عليها اي حاجة،
تحطيها في غرفة أطفالك يعني عادي، ليها كذا استخدام، تحطيها في غرفة أطفالك وتحطي مثلا المشط والإكسسوارات بتاع بنتك، التوك، يعني الحاجات اللي إيه اللي تخاف عليها إن الأطفال الصغيرين خالص يلعبوا بيها، تمام. وكمان كان في جميع الألوان عشان تبقوا فاهمين يعني، تمام. دي كانت عاملة 20 جنيه، تمام. جبت ايه تاني؟ الفوط بتاعت المطبخ دي، بصوا شكلها حلو جدا، يعني دي بتعلقيها على باب المطبخ عشان وانت خارجه تنشفي ايدك، او انت داخله المطبخ هتغسلي مثلا ايدك وتعملي حاجه تنشفي ايدك. فجبت منها البنك وجبت منها الاصفر، طبعا عشان مريم بتشاركني في كل حاجه، فانا جايبه واحده ليا واحده البنوتش، انا وهي بنوتات بس في البيت والباقي كلهم شباب وحشين. وجبت دي بقى للبوتاجاز، او لو بخبز حاجه وحابه ان انا اغطيها الكلام ده يعني، تمام. ايه تاني جبت؟ دول الحاجات دي كده من سوق التلات لسه، بس في كمان دي، بصوا المريالة اللي هي بتاعت ايكيا دي نزلت عنده وخامتها حلوة جدا جدا اهي، دي كانت عاملة 25 جنيه، والله مش عارفة 25 يا 30، بس هي خامتها حلوة جدا، مدية على زي ملمس اللي هي الفوطة دي، زي ملمس الفوطة، هوريها لكم طبعا وافتحها. انا جبت الشكل ده، هي بنات بصوا حلوة جدا وخامتها تحفة جدا جدا جدا، فانا جبتها برضو عشان ان شاء الله اصور معاكم وانا بعمل حاجات البسها كده، وحلوة يعني انا بحبها الصراحة مريالة المطبخ دي جدا، شكلها تركي بقى وحاجة جميلة جدا جدا، تمام كده تمام. جبت كمان الطفاية دي كانت عاملة 10 جنيه، هي اوريها لكم برضو سريعا، انا والله مش عايزة اطول الفيديو بس انا حبيت برضو اوريكم اهي، تحفة جدا. هنا برضو جبت طقم كوبايات، الطقم ده عامل 20 جنيه، 6 كوبايات اهم. كوبايات الشاي دي احنا بنحب الشاي الخمسين الصغيرة دي، فانا جبتها ليا انا وجوزي اهو اهو، تمام كده. جبت دول كده تمام. جبت برضو ايه من سوق التلات؟ جبت كان ناقصني الاسبونشة دي بتاعت المكياج، جبتها كانت عاملة 10 جنيه. جبت كمان الفرشة دي كانت عاملة 21 جنيه، انا ما بستغناش يا بنات عن الفرشة دي، ولا انا ولا بنتي ولا بنعرف نسرح من غيرها، يعني لو مش موجودة بنقعد نقلب البيت عليها عشان نجيبها ونسرح، المشط والكلام ده ممشيش معايا خالص، فحلوة جدا طبعا، ودي طالعة من زمان جدا، فكل ما بتبوظ اللي عندي بشتري واحدة على العيد اهي. جبت بقى الروج الحلو ده، طبعا في هناك ميك اب وكل حاجة وكل الانواع، في المضروب وفي الاصلي وكل حاجة بسعرها، تمام. لونه حلو جدا اهو، فانتهزت الفرصة يعني وجبته، كان عامل 15 جنيه. وجبت بقى اللي هو المنوكير الشفاف والابيض ده، عشان بحب اعمل يعني ضوافر نص ونص والكلام ده، هوريكم برضو ببقى اعمله ازاي ان شاء الله. دي بالنسبة للمشتريات اللي انا جبتها، تمام. بالنسبة بقى سريعا كده، سريعا زي ما هوريكم الهدوم سريعا، بالنسبة دي قصائص قماش، بصوا يا بنات الخامات عاملة ازاي، ماشي. حتة القماشة هناك انا اوريكم طبعا في الصف في الجولة، يعني ان دي مشتريات، والقماش ده بيبقى مرمي على الارض مش بالمتر، تمام. اهو بصوا اللون ده، انا جايباه للانتريه، هعمل لكل كنبة مخدة، تمام. فجبت الالوان دي، انا الانتريه بتاعي زي ما انتم عارفين هو لونه بني، بس انا حاولت افتحه بالالوان دي، فهخلي كل مخدة لون، وهعمل ظهر الانتريه باللون البني الفاتح عشان يفتح لي بس الانتريه. طبعا حتة القماشة دي ما بتتعداش ال10 جنيه، يعني كل واحدة ما بتتعداش ال10 جنيه، تمام. وانتي وحظك، واحدة تطلع متر، واحدة تطلع نص متر، واحدة تطلع 2 متر، واحدة تطلع 3 متر، يعني بصوا حسب. وده اصلا القماش اللي هو التركي، تمام، بس ده بيبيعوه فضلات مش اكتر، يعني دي كلها فضلات قماش بتتباع في سوق التلات بالقماشة كده، يعني هو دي بامانة الدهاني، دي هدية بقى، وانا ماشية قلت له طب اديني حتة قماشة، قال لي نقي اللي انت عايزاه من الارض وخديه، تمام. مش عيب يعني يا بنات، لو حابه تجيبي ده بيوفر عليكي كتير، لو حابه ان انت تعملي كل مخده قماشه، وانا هروح عند اختي عشان اعمل طبعا المخدات قبل العيد، فلو عرفت اصور عندها، هي اصلا عندها مكنه وبتصور، فهعرفكم كذا استخدامات للقماش اسمه قماش قصايص، تمام كده يا بنات، مش عايزه اطول عليكم خالص، كان معاكم نوجة، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.